ولنقاش ملف تصاعد الصراع السياسي في العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة الأولى، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، أبدأ معكم من المستجدات الأمنية الأخيرة حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء. ما الرسائل المراد إرسالها من هذا الهجوم، ومن الأطراف المستفيدة منه؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة المستفيد هو الفصائل يعني الخاسرة اللي هي الميليشيات الولائية ومن يقف وراءها من الأحزاب التابعة لإيران، والقرار بالتأكيد سيظهر أنه قرار إيراني وقرار من أعلى المستويات التي خسرت الانتخابات ثم الآن تعرقل سير العمل في مجلس النواب بعد الاحتجاج اللي ظهر، وأيضا قرار المحكمة بتجميد هيئة الرئاسة. هذا واضح، وأيضا له علاقة بأيضا المفاوضات في فيينا. يعني احنا ما نبتعد نهائيا يعني الشأن العراقي يعني من يعني المفارقات المؤلمة أو الحزينة على العراقيين، أنه يعني وطأة التوتر الإقليمي والدولي دائما ينعكس على الساحة العراقية، فمن ضمنها هذا المؤشر المتسلسل الحقيقة والمتواصل من قبل ميليشيات إيران لقصف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء كرسائل للداخل وللخارج بالتأكيد، يعني الداخل العراقي على الانتخابات ونتائجها ونتائج جلسة مجلس النواب الأولى، ومن ثم أيضا إلى أمريكا وإلى المفاوضين في فيينا. هذه الحقيقة أهم الرسائل الموجهة لحد الآن. دكتور، إلى أي مدى تصر الميليشيات على وضع العراقيين أمام خيارين، المشاركة في الحكومة الجديدة أو إدخال العراق في دوامة من العنف؟ الحقيقة هم الآن يعني تجميد، نرجع مرة ثانية الإطار التنسيقي الحقيقة له أوراق لعب يعني ضاغطة حقيقية، وأنا قلت هذا الكلام منذ فترة ليست بالقصيرة، أنه الانتخابات سوف لن تفضي إلى سلم اجتماعي وتداول سلمي للسلطة، لأنه الانتخابات أساسا هي مرفوضة من قبل الشعب العراقي، مثل ما تفضل تقريركم أكثر من 85% من الشعب العراقي رافض، ليس للانتخابات فقط وإنما لمجمل العملية السياسية البائسة التي جاء بها الأمريكان والإيرانيون. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هم الآن المعركة متمثلة بالطرفين الخاسر والفائز. بحق نقولها إن شئنا أن نهدئ الوضع فلا بد أنه كنا نريد تهدئة على مستوى عالي، يعني السيطرة على السلاح المنفلت، السيطرة على الميليشيات الولائية دون المساس بأمن المواطن، ولذلك الصواريخ اليوم اللي أطلقت أيضا هناك ضحايا مدنيين. العملية لن تتوقف عند هذا الحد، هناك احتمالان رئيسيان راح يصب في مجمل التجميد اللي حدث في الهيئة الرئاسية لمجلس النواب، أنه محاولة من إيران وأمريكا لتهدئة الوضع الداخلي، محاولة فقط هي، ما معروف يكتب لها النجاح أم لا، لكن الاحتمالان اللي الحقيقة واردة في التجميد هي أما المحكمة أن ترجع عن قضية الطعن اللي مقدم، يعني ترد الطعن ويسير المجلس النواب بوضع الطبيعي دون المساس بقرارات الجلسة الأولى، أو هناك شيء يخفى بالحقيقة بالمستقبل القريب يظهر أكثر من أنه العملية كلها إلى يعني مصير الإلغاء والبدء بعمل بترتيب أوضاع داخلية في العراق. الاحتمال الأول اللي هو قضية التجميد المؤقت اللي نسميه، هو أعطاء فرصة للطرفين أن يتفاوضون على تشكيل حكومة قادمة، يعني أن يكون هناك طرف مرغوب من قبل التيار الصدري وهو العامري والحشد الشعبي والقريبين لهم واستبعاد المالكي،
يعني المالكي يكون يترك وحيدا، وانا اعتقد وهناك معلومات ان هناك ضغوط على المالكي حتى من قبل ايران استبعادا من العمليه السياسيه. فاذا نجحوا بهذا التيار الصدري لم يعد هناك يعني نقاط رفض او اسباب رفض للاطار التنسيقي ان يكون هناك يعني مجال للتفاوض مع لادخاله جزئيا في عمليه محاصصه قادمه. هذا الاحتمال الأول اللي ذكرته. أما الاحتمال الثاني فإذا كان هناك رؤى معينة للقوى الدولية والقوى الإقليمية بتغيير مسار العملية السياسية برمتها، يعني أن تسقط العملية السياسية ثم يحل محلها شيء آخر بإرادة الشعب العراقي وإرادة ثورة تشرين، هذه القضية، هاي القضية الجوهرية اللي يريدها الشعب كشعب عراقي. الحقيقة الآن هناك ضغوط لأن هناك تهديدات ببدء العصيان المدني واستعادة ثورة جذوة ثورة تشرين. الآن هناك استعدادات بدأت الحقيقة على قدم وساق في محافظات الوسط والجنوب وفي بغداد، لأنه العملية مرفوضة جملة وتفصيلا الآن، يعني لا هو مجلس نواب صار به تغيير ولا العملية السياسية صار بها تغيير على عكس ادعاءاتهم بأنه الوجوه الكالحة المجربة سوف لا يعاد انتخابها، بينما شفنا أنه الحلبوسي أول الغيث قطره مثل ما يقال، أنه هم انتخبوه وبكرة ممكن يكون أيضا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ما عملنا أي شيء بالعملية السياسية، هي محاصصة ونفس الوجوه ونفس الطغمة السياسية الفاسدة ما زالت جاثمة على صدور العراقيين. دكتور إلى أي مدى تظن أن قرار المحكمة كان بإرادة إيرانية لكسب مزيد من الوقت لترتيب البيت الشيعي كما تسميه، ومحاولة التوصل إلى توافق بين هذه الأطراف التي لم تتفق بعد؟ الإيرانيون يضغطون صحيح، وهناك ايضا يعني هناك رحلات مكوكيه يعني بين ايران والعراق ووساطات وضغوط، وتعرفون يعني انتم السفاره الامريكيه والحرس الثوري الامريكي مارس يعني سلطه تنفيذيه في العراق، يعني كولايه وليس العراق كدوله مستقله. فهذه الحقيقه لها تاثير واضح، لكن الامريكان اذا رفضوا هذا التوجه فقادرين على أنه فعلا يلغى هذا الخيار، هذا الاحتمال، إلا أنه الأمريكان يبدو أنه أيضا ماشيين بهذا الاتجاه، التسوية دون التصادم المطلق المفتوح، أنه يمتصون هذه النقمة مثل ما قلت، أنه الاحتمال الأول التأجيل أو إلغاء أو النظر من قبل المحكمة الاتحادية بتجميد هيئة الرئاسة ممكن يكون أشبه بعملية تكتيك امتصاص حالة من التوتر لحين تهدئة الأوضاع ثم يعاد العمل بها مثل ما صار في الطعون اللي قدمت على الانتخابات من قبل أيضا الإطار التنسيقي، أنه قدم العديد من الطعون ثم ردت الطعون وبت بالعمل أنه نتائج الانتخابات عمل بها مثل ما كان بالإعلان الأول لها. إذا كان العمل الآن يدور في ذهن الأمريكان والإيرانيين هو أنه تخليص الشعب العراقي مما ابتلي به من عملية صراع إقليمي دولي، فجائز العمل يسير باتجاه التهدئة المستمرة الدائمة. أما إذا كان لا، الإيرانيون ضغطوا أكثر باتجاه أنه هذه العملية مؤقتة لحد ما يبتزون الموقف الأمريكي ويبتزون الطرف الفائز الذي يريد يشكل الحكومة اللي هي حكومة أغلبية من قبل التيار الصدري والكرد، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتقدم وعزم. إذا كان هذا الخيار رافضته إيران وتستخدم بكل الوسائل من ضمنها المسلحة، من ضمنها الصواريخ والطائرات المسيرة، من ضمنها تحويل العراق إلى ساحة مجابهة، القضية الآن تصبح أكثر تعقيدا. لذلك الأمريكان أنا أعتقد سوف يعني على الأقل يستجيبون إلى مطالب جزئية وتفويت الفرصة على أن تتحول الساحة العراقية ميدان حرب بين الميليشيات أنفسها وأن تدخل إيران، لأنه إيران الآن الخشية أنه تحول الساحة العراقية كالساحة اليمنية،
أن تتحول هذه الميليشيات إلى تجربة الحوثيين، فيسقطون الدولة أو ما تبقى من الدولة ويستولون على كل مفاصل الحكم في العراق، وتصبح حكم ميليشياوي بامتياز. لذلك الأمريكان لا يريدون هذا الاحتمال. أنا أعتقد في هذه الحالة الأمريكان يفكرون إذا ألغيت الانتخابات، إذا تم الاستمرار السير بخطى حثيثة باتجاه الانتخابات تفشل وتلغى بإرادة الشعب العراقي، لابد أن هناك اعتصام عام، عصيان مدني، ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني. هذه القضية تحتاج إلى لملمة الكوادر العسكرية الوطنية والقوى المدنية في العراق داخل العراق لفعلا الحيلولة دون استيلاء الميليشيات الولائية والحشد الشعبي بدعم من إيران على السلطة في العراق. شكرا. هذه قضية جوهرية الآن تمس مفصل مهم جدا وتمس السلم الاجتماعي العراقي. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف، حدثنا عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا لك.